في إطار متابعته الميدانية، رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بالإسكندرية ويؤكد أن هدف الحكومة حل المشكلات بصورة فورية. بضغط أمريكي، وفد إسرائيلي في القاهرة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. غارتان لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم قيادي في حماس. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها بالإضافة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها. وخلال تصريحات له عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمحافظة الإسكندرية، أضاف مدبولي أن هدف الحكومة الجديد التنسيق التام بين الوزارات وحل المشكلات بصورة فورية، لا سيما في قطاع الصناعة. هدفنا يمكن كل الزيارات اللي بتتعمل، والسادة الوزراء طبعا يعني على مدار الأسبوع الحقيقة بيقوموا بهذه النوعية من الزيارات، إن احنا بنتفقد وندعم ونشجع الصناعة الوطنية على إنها التوسع وحل المشاكل بتاعتها. وجودنا في الزيارات الميدانية بيبقى بنعرف على الأرض إيه المشكلة وبيتاخد قرارات فورية وإحنا موجودين، ودي بتبقى أعتقد مهمة جدا وبتوفر على القطاع الخاص والمستثمرين. عدد منهم بيقعد يقولوا إحنا بقالنا شهور عمالين نحاول نحن نعرض مشكلتنا، أو الموضوع تايهين في الورق والإجراءات البيروقراطية، بيتاخد القرار وإحنا موجودين فورا في نفس اللحظة علشان نتحرك. حتى لما بيبقى فيه موضوع أكبر بيبقى على طول بيبقى فيه اتفاق، وزي دلوقتي هنا بما خص منطقة مرغم الثانية يعني تم التوافق إن هيبقى فيه اجتماع الأسبوع القادم لحل مشكلة المنطقة كلها على بعض، لأنها ما تخصش مصنع لوحده. هو ده طريقة وطبيعة وفلسفة العمل النهاردة في الحكومة الجديدة. أولاً التنسيق الكامل ما بين الوزارات وبعضها البعض، حل المشاكل على الأرض بصورة فورية، وهو ده اللي احنا يعني بنجري فيه كلنا في قطاع الصناعة، اللي أنا دايماً بقول وأعتقد سيادة الرئيس قالها أكثر من مرة، هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جداً في خلال الفترة الجاية. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الصانع المصري يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج. وأكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشجيع الصناعة والاستثمار ومضاعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير. احنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع، يعني بدءا من المصنع الأول الخاص بصناعات البورسلين، والحقيقة مصنع على أعلى مستوى، رحنا مصنع للأدوية برضو من أكبر المصانع اللي بتصدر، ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البلاستيكية وكل الكلام ده، وانتهينا هنا في منطقة مرغم 1 ومرغم 2، وقبلها زي ما قلتوا حضراتكم شفتوا كان في المنطقة الحرة. أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقصه لا الكفاءة ولا الخبرة، وقادر ان هو يفتح اسواق عالمية في الخارج. وبالتالي يعني اذا كنا بنتكلم ان احنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا، لا ده فعلا الكلام ده قابل للتطبيق وباسرع كثيرا مما ان احنا حتى نحلم. We'll be right back.
هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير حدائق المنتزه بالاسكندريه، حيث اكد مدبولي توجه الدوله وحرصها على تحقيق الاستفاده القصوى من جميع المواقع المميزه التي تمتلكها لا سيما التاريخيه، مشيرا الى ان منطقه المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر ومقومات عديده لتكون مقصدا سياحيا مميزا جاذبا للزوار والاستثمار في عروس البحر المتوسط. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء فندق ناريمان 1 و2، كذلك تفقد كشك الموسيقى وأعمال تطوير متحف السادات، وذلك للتعرف على مقتنياته، فضلا عن تفقد مشروع إنشاء حدائق فاروق المعلقة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية، حيث مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية، وتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك. وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به، واستمع مدبولي إلى شرح، حيث حققت الشركة مبيعات بنحو 155 مليون جنيه سنويا، وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. كما استعرض مدبولي مخطط إنشاء المنطقة الصناعية مرغم 3، موجها بأن يراعى في إنشاء المنطقة ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع شركة داوف لتصنيع منتجات العناية بالفم والأسنان، وقام رئيس الوزراء بجولة في المصنع لتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، مصحوبا بشرح حول مراحل عملية الإنتاج. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 14 مليون قطعة سنويا بحجم استثمارات تبلغ نحو 70 مليون جنيه، ويستهدف الوصول إلى 50 مليون قطعة سنويا، ويخطط لتصدير إنتاجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي لكلية الفنية العسكرية. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي واستعراض نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة بالجامعات المصرية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية 8 جائزة الفريق إبراهيم سليم، والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة أرضية جوية بحرية في نسختها 8، ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها 4، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختيهما 2. كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي 8 لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة. أعقبه إعلان نتائج المسابقة وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارس الدراسات العليا. كما قام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية،
كذلك النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات والأنشطة العلمية البحثية التي تم عرضها والتي تعظ من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة العلوم الحديثة. كما أكد على الدور الهام لمجال البحث العلمي في مواكبة التطور التكنولوجي بكافة المجالات بما يحقق الدور الإيجابي الذي يسهم في خدمة وتقدم مصرنا الغالية. تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا، تطلق وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج على مدار يومي الرابع والخامس من أغسطس، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية. يأتي هذا المؤتمر في إطار إحداث منظومة تطوير وآليات جديدة للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بسرعة وكفاءة والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم. تنطلق غدا بمكة المكرمة فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر مؤتمر وزراء الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف للدول الإسلامية بحضور وزراء ومسؤولي الإفتاء في 62 دولة إسلامية. ومن جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي أن المؤتمر يناقش إطارا متكاملا يحفظ للفتوى مكانتها وقدرها. اللقاء اليوم في هذا المؤتمر تحضيري تم بحث هذا الموضوع وتم إن شاء الله الاتفاق على إيجاد إطار متكامل يحفظ للفتوى مكانتها وقدرها وأيضا تمنع كل من يحاول الفتوى من غير المعتمدين في المؤسسة الدينية ومن قام بالإفتاء فإنه يقع يعني تحت طائرة المساءلة، لأن الفتوى أمرها خطير وشأنها عظيم. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى لخدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله.
وضعت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي في برنامج عملها معا نبني مستقبلا مستداما 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة. وتولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة. العمالة غير المنتظمة ملف آخر يتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة لتوفير حياة كريمة وتقديم كافة الخدمات لهم. ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف باعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازمة لهذه الفئة. هذا وتواصل الحكومة من الجهود في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، ما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين. وتتابع الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، فضلا عن قيامها بالتوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، ما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة. وفي هذا الإطار تولي الحكومة بشكل عام اهتماما كبيرا بتعزيز العمل اللائق بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة بشكل عام في مصر. وتقوم الحكومة باستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عدد من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار جويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن مصادر أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بمشاركة رئيسي الموساد والشباك ومنسق العمليات يصل إلى القاهرة لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. أضاف الموقع أن مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة لضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة المحتجزين، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث مع مسؤولين مصريين عددا من الملفات ذات الصلة. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و62 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وارتفعت اليوم حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39,550 شهيدا و 91,280 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات لانتهاكات وجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى في سجونه ومعتقلاته السرية. جاء ذلك في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، حيث انطلقت الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية ردا على جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في حق أهالي قطاع غزة. أكثر من 300 يوم من الدمار والتشريد والتجويع والإبادة عاشها الفلسطينيون وما زالوا يعايشونها دون بارقة أمل لوقف هذا العدوان الوحشي عليهم. واليوم دعت منظمات عالمية وعربية إلى وقفات تضامنية في كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين ودعما للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة القتل الإسرائيلية. ففي خضم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي الممنهج، يقف العالم مجدوها أمام الحقائق التي تسجلها الأرقام. فقد أعلنت وكالة غوث لتشغيل الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة في غزة يحتاجون لدعم غذائي، وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من 9700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون ظروفا غير آدمية وتعذيبا ممنهجا أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض نفسية وإعاقات بدنية، إلى جانب استشهاد عدد غير معلوم منهم جراء التعذيب الوحشي. وبينما وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 40,000، معظمهم من النساء والأطفال، منذ 7 أكتوبر، نجد أن هناك ما يزيد عن 10,000 مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال بالفعل. ودعت المنظمات الفلسطينية إلى وقفات شعبية وتظاهرات جميع المحافظات الفلسطينية كواجب وطني وإنساني فوق أي اعتبار، وكمسؤولية فردية وجماعية إزاء سنوات طويلة من الإبادة الممنهجة والاستعمار الغاشم. وأكدت المنظمات أن نضال اليوم هو امتداد لنضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود في وجه الاستعمار وداعميه، وهو صرخة في وجه الصمت الدولي المخزي والعجز الأممي أمام هذا المستوى من الجرائم والوحشية. ليس هذا فحسب، بل إن تلك التظاهرات والوقفات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الفلسطيني عازم على نيل حقوقه واسترجاع أراضيه المحتلة، فلم تكسره وحشية ولم يهزمه عدوان، ولا عجب، فهو الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس نفذه الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الحكومة الأمريكية. وأضاف بيان للحرس الثوري أن إسماعيل هنية اغتيل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبا بانفجار شديد من خارج غرفته. مع تعالي التكهنات بقرب الرد الإيراني على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بدأت طهران في اتخاذ عدة إجراءات داخلية في إطار ردها على الخرق الأمني الكبير الذي واجهته إثر اغتيال هنية. الإجراءات شملت اعتقال أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط استخبارات كبار ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار ضيافة يديرها الجيش في طهران. وذكرت تقارير أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري تتولى التحقيق وتطارد المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البروتوكولات الأمنية قد تم إصلاحها بالكامل في اليومين الماضيين لكبار المسؤولين، كما تم تبديل المعدات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، وأن بعض كبار المسؤولين تم نقلهم إلى مكان مختلف. وقبل أيام قليلة من اغتيال هنية، قال وزير الاستخبارات الإيراني سيد إسماعيل الخطيب لوسائل الإعلام المحلية إن إيران فككت ودمرت شبكة من المتسللين من الموساد. وسببت ظروف اغتيال هنية حرجا كبيرا للاستخبارات الإيرانية وأجهزة الأمن، والذي جاء في وقت كانت فيه العاصمة طهران تحت إجراءات أمنية مشددة مع مراسم تأدية الرئيس الجديد مسعود بزشكيان اليمين الدستورية.
وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد 9 فلسطينيين إثر استهدافين قامت بهما قوات الاحتلال اليوم في محيط مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح مصدر فلسطيني أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة فلسطينيين من بين بلدة بلعة وأكتابا شرق تلكرم، بينما استهدف الهجوم الثاني سيارة كانت تقل 5 فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس بطائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال تلكرم. وداهمت قوات الاحتلال المنطقة بعدد من الآليات بعد القصف دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من الموقع. هذا وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على مدخل مخيم تلكرم تزامنا مع العملية العسكرية المستمرة بالمدينة. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. تعزيزات عسكرية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط، وواشنطن تؤكد التزامها الراسخ بالدفاع عن إسرائيل. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب. وخلال الاتصال أعرب عبد العاطي عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرا إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني. وأعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها اغتالت عنصرا بارزا في حزب الله خلال قصف على جنوب لبنان. وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت بوقوع إصابات في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية في مدينة سور. وأضافت الوكالة أن غارة جوية إسرائيلية أخرى استهدفت شاحنة للمواد الغذائية عند الحدود اللبنانية السورية دون وقوع إصابات. أعرب الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أندريا تينيتي عن تخوفه إذا كثافة الهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل وتزايد التوتر واحتمال حدوث سوء تقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع نطاقا. وأوضح ناطق اليونيفيل أن هناك حديثة مباشرة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لحثهما على الالتزام بالعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي، فضلا عن حث جميع الجهات الفاعلة المعنية لوقف إطلاق النار والتأكيد على أن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل. Stability comes back to the south. We are here on the chapter 6 of the Security Council. We are not here on the chapter 7. We are on the chapter 6. قررت شركات إير فرانس وترانسافيا فرانس تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 من أغسطس بسبب الوضع الأمني. وكانت الشركتان قد علقتا خدماتهما إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 من يوليو وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله. كما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت بما فيها لوفتهانزا الألمانية التي سيبقى قرارها ساريا حتى 5 من أغسطس. كما أعلنت الشركة ومجموعة إيتا الإيطالية تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب لأيام عدة. أعلنت السويد أنها ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان. وقال وزير الخارجية للإداعة السويدية إن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، كما أن الوزارة تخطط لنقل طاقم سفارتها مؤقتا إلى قبرص. By trying to conquer Ukraine, the second largest country in Europe, Russia has demonstrated its utter
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تعزيزات عسكرية سترسلها إلى الشرق الأوسط تتضمن مقاتلات ومدمرات وبوارج إضافية، كما كشفت عن استعداداتها لنشر المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي في المنطقة على خلفية التصعيد الذي يشهده الإقليم. وقال البنتاغون إنه يواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف احتمالية التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو شركائها، مشيرا إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد أن الولايات المتحدة ستحمي قواتها ومصالحها بالمنطقة بما في ذلك التزامها الراسخ بالدفاع عن إسرائيل. في قرار أرجعته إلى تعزيز دفاعاتها في الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر مقاتلات وسفنا حربية إضافية في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، فقد أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتعديلات على وضع الجيش الأمريكي بهدف تحسين حماية القوات الأمريكية وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل وضمان استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع حالات الطوارئ المتنوعة. وزير الدفاع الأمريكي وافق على إرسال المزيد من سفن البحرية والمدمرات التي يمكنها إسقاط الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط وأوروبا. وعلى الرغم من أنه كانت هناك تكهنات بأن البنتاغون ربما لا يستبدل المجموعة القتالية لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت في الشرق الأوسط بعد أن تستكمل انتشارها الحالي، فإن أوستن قرر إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لتحل محلها. وإلى جانب ذلك، فقد جاء في بيان البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز استعدادها لنشر المزيد من الدفاعات الأرضية ضد الصواريخ البالستية. هذه التحركات العسكرية الأمريكية جاءت بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر قوات عسكرية دفاعية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل في مواجهة تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة. تعزيز واشنطن لتواجدها العسكري في الشرق الأوسط يبدو في ظاهره بسبب تعزيز الدفاع عن قواتها هناك، أما في باطنه فهو التحسب لرد إيراني على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عقاب وعيد لتل أبيب من طهران وحزب الله بعد سلسلة اغتيالات نفذتها إسرائيل، ربما تنذر بتوسيع الصراع والتوتر المشتعل بالفعل. جددت الخارجية السودانية مطالبها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف رادع تجاه قوات الدعم السريع وداعميها لمنع الاستخفاف بالشرعية الدولية. وذكرت الخارجية السودانية أن البيان الأخير لمنظمة أطباء بلا حدود كشف عن احتجاز قوات الدعم السريع لشاحنات المنظمة التي تحمل الأدوية والمواد الغذائية والعلاجية للفاشر ومعسكر زمزم منذ أكثر من 4 أسابيع. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بيان المنظمة يوضح بشكل كاف أن قوات الدعم السريع هي من تسببت في انتشار الجوع في معسكر زمزم، حسب ما ذكرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي، موضحة أنه بالتالي لا أساس للزعم بأن عدم استخدام معبر حدودي بعينه هو سبب عدم وصول الإغاثة للمحتاجين في المنطقة. عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المختار ولد أجاي رئيسا للوزراء، وذلك غدا تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو. وأدى الغزواني اليمين الدستوري رئيسا لموريتانيا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وخلال أدائه اليمين الدستوري تعهد الغزواني بمحاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد. We'll be right back.
قال مسؤول محلي روسي إن خزانات في مستودع وقود في كامانسكي بمنطقة روستوف الروسية اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن إصابات. وذكر حاكم منطقة بلغورود الروسية في وقت سابق اليوم أن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا هجمت أيضا مستودعا للنفط في المنطقة، مضيفا أن الحريق سرعان ما أخمد دون وقوع إصابات. وقال حاكم منطقة ميكولايف إن إحدى الطائرات المسيرة التي أسقطتها دفاعات الجوية تسببت في حريق في مبان خارجية، وجرى إخماد الحريق دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. صرح المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بأنه اتفق مع قناة فوكس نيوز على إجراء مناظرة مع كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات في 4 سبتمبر. وقال ترامب في المنشور إنه إذا كانت كامالا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد أتفق مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس مساء 4 سبتمبر. يخطط جهاز الخدمة السرية الأمريكي لاستخدام المزيد من مسيرات المراقبة والمسيرات الخاصة بالاستطلاع. وقال رونالدو رو الذي تولى منصبه بعد استقالة المديرة السابقة للجهاز كامبرلي تشيثل عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها دونالد ترامب، قال إنه لم تكن لديه مسيرة في الواقع خلال التجمع الانتخابي حين أطلق مسلح النار على ترامب، وأصيب ترامب بجروح طفيفة في أذنه جراء طلقة نارية التي أدت أيضا إلى مقتل رجل وإصابة شخصين بجروح خطيرة. Nor members of the former president's security detail had any knowledge that there was a man on the roof of the AGR building with a firearm. It is my understanding that personnel were not aware the assailant had a firearm until they heard gunshots. تتواصل فعالية النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا من هناك الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، حدثنا عن آخر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وما يتضمنه من فعاليات ترفيهية سواء كانت رياضية أو غنائية أو غيره. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما كما ذكرت هذا ما يميز مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وهو تنوع الفعاليات. إذا تحدثنا بداية عن الفعاليات الرياضية وهي ما يميز دائما نهاية بداية الأسبوع، وهي الفعاليات الخاصة بالمنطقة الشاطئية أو المنطقة الترفيهية، نتحدث عن لعب كرة القدم ولعب كرة السلة ولعب الكرة الطائرة. إذا تحدثنا بداية عن كرة القدم فنتحدث عن يعني بطولة أبطال
الساحل، وهي بطولة خاصة بكرة القدم بدأت بالأمس بالفعل، واليوم هي نهايتها على مدار يومين. شارك فيها عدد كبير من الفرق المختلفة التي تحب لعب كرة القدم. هذه الفرق تأتي من أماكن مختلفة، إما من محافظات إما من الجامعات، لكنهم تجمعوا هنا ليلعبوا كرة القدم التي تطل على الشاطئ. وسنتابع بالطبع سويا اليوم من سيكون الفائز بهذه البطولة. بالإضافة لذلك أيضا بطولة يعني كرة الطائرة التي استمرت حتى الأمس وكانت على مدار يومين، وشارك فيها أيضا عدد كبير من الشباب والبنات. هذا ما كان يميز كرة الطائرة الشاطئية التي تلعب على الرمال أمام بحر العلمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا رصدنا بالأمس وأول أمس رياضة كرة السلة لذوي الهمم، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم أيضا في مهرجان العلمين الجديدة. وتحدثنا معهم عن أهمية مشاركتهم في العلمين الجديدة. ربما أهم ما ركزوا عليه أنهم دائما ما تعودوا على لعب كرة السلة من ذوي الهمم على الكراسي المتحركة داخل الصالات المغطاة، ولكن ما يميز هذه المنطقة الآن أنهم يلعبون في الهواء الطلق ويطلون على البحر مباشرة. لكن هذا لا يقتصر فقط، أو المهرجان لا يقتصر فقط على الألعاب الرياضية، هناك أيضا نشاطات الترفيهية والثقافية، من أهمها مسرحة الشهرة التي بدأت الخميس والجمعة ومستمرة لليوم الثالث أيضا في المنطقة الترفيهية. بالإضافة لذلك الآن جاري الاستعداد والتجهيز لمهرجان نبتة داخل مهرجان العلمين الجديدة، وهو يختص بالأطفال وفعاليات ثقافية وترفيهية مختلفة للأطفال، وستبدأ بالفعل في يوم 15 من أغسطس، أي بعد تقريبا يعني 10 أيام أو أكثر، 12 يوما من اليوم ستبدأ هذا المهرجان مهرجان نبتة. لكن جاري الاستعداد والتجهيز لاستقبال الأطفال، ولكن أيضا الأطفال يستطيعون أن يأتوا ويلعبوا في المنطقة الترفيهية الموجودة المطلة على شاطئ بحر العلمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا فعاليات المسرح الروماني في المدينة التراثية لا تتوقف، فالمسرحيات مختلفة والسهرات المسائية مختلفة. على سبيل المثال سيكون هناك سهرة موسيقية مميزة يوم الاثنين القادم، وتعودنا على المدينة التراثية والمسرح الروماني أن تكون الحفلات والسهرات تقريبا شبه يومية، يوم يعني يوما بعد يوم. بالإضافة لذلك أيضا الحفلات التي تأتي في نهاية كل أسبوع، بالأمس يعني رصدنا حفل الفنان رامي جمال على مسرح اليو أرينا وهو الناحية الأخرى من أبراج العلمين، وشهدنا طبع تفاعل كبير من الجماهير التي حضروا هذا الحفل، ولذلك تنوع الاحتفالات هو ما يميز مهرجان العلمين الجديدة في نسختها الثانية. تنوعها وملائمتها لجميع الفئات العمرية. زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشرة من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية. بدورها شددت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية. وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص باعتباره الأقدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اهتمام الدولة بالتعاون مع مختلف الجهات وتبادل الخبرات لتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات. وخلال اجتماعه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، ناقش وزير الصحة سبل التعاون في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024 ومشاركة منظمات الأمم المتحدة، حيث توافق على عقد اجتماعات تنسيقية مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة. كما ناقش أيضا سبل تقديم الدعم في مجال تنظيم الأسرة وتقديم الحوافز للفرق الطبية العاملة في المناطق النائية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن تنمية وبناء الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة وصولا لمرحلة الخروج لسوق العمل. جاء ذلك خلال استقباله السفير الياباني لدى مصر أوكا هيروشي لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي ومجال التنمية البشرية.
وتطرق إلى مناقشة ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاطلاع على ترتيب مصر عالميا في هذا المجال، حيث تحتل مصر المرتبة 95 من 193 عالميا بمؤشر 7، وهو من المؤشرات الجيدة نسبيا. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة العمل على احتواء التوترات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تشكل مصدرا مزعزعا للسلم والأمن الدوليين، وجاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية وفدا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. وخلال اللقاء حرص الوزير على استعراض أبرز التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بشقها الاقتصادي. كما تطرق وزير الخارجية لما تشهده المرحلة الحالية من تشاور بين جانبين المصري والأمريكي حول قضايا الإقليمية والدولية، ومن أبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها، بالإضافة إلى جهود تهدئة التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فضلا عن التنسيق للعمل على وضع حد للحرب الجارية في السودان. أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن حرصه الشديد على الارتقاء بالعملية التعليمية وتخطي التحديات التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة وضبط وانتظام العملية التعليمية. جاء ذلك خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة وبحث سبل تطوير العملية التعليمية ومواجهة المعوقات، حيث أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لاستمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في تطوير العملية التعليمية. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني بدء سريان المهلة الممنوحة منذ أول أغسطس ولمدة شهرين لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليا لقطع الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات منذ مطلع العام الماضي. ويأتي ذلك طبقا لضوابط محددة، وذلك استجابة من الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطلبات الحاجزين، وحرصا منها على إتاحة الفرصة لهم للحصول على المسكن الملائم لهم. وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المهلة تشمل قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وبرنامج مسكن والوحدات السكنية بعدد من مشروعات الإسكان. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ومحمد عبدالله. شكرا سحر وشكرا إيمان. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو عن العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 10.3%. وأوضح الإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار نفس الشهر من العام السابق. وذكر المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4% في المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.1%. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع للتخفيف عن المواطنين والعمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها. جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ مطروح خالد شعيب مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروح. ووجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطفين بالمحافظة والتأكيد على توفير الحصة التموينية اللازمة لها حسب الاحتياجات وكثافة تواجدهم. Thank you.
بدأنا الجولة في محطة تعبئة البوتاجاز في الكيلو 16، ثم بعد ذلك أحد المطاحن الخاصة، واطمنا على جودة الدقيق وتوفر احتياط استراتيجي من القمح موجود عنده، بالإضافة إلى أحد المجمعات الاستهلاكية اللي تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واطمن على توفر السلع وعلى جودة المنتجات، بالإضافة إلى طرح المنتجات داخل المجمع الاستهلاكي، ودخلنا للمعرض الدائم للسلع الأساسية بصحبة معالي الوزير ومعالي الوزير المحافظ، وفي منتجات تم إضافتها داخل طبعا المجمع، ثم بعد ذلك سوق للخضار والفاكهة، وبعد كده انتقلنا إلى أحد المخابز البلدية، طمنا من جودة الدقيق والمواطنين بياخدوا كل السلع اللي هم محتاجينها، واختتمنا الجولة بلقاء السادة أعضاء الغرفة التجارية في محافظة مطروح، وقد إيه في تعاون مثمر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ممثل في مبادرات تخفيض السلع أو معارض أهلا رمضان أو أهلا مدارس، وأيضا كل السادة النواب كانوا حاضرين للجولة واستمعنا إلى مطالبهم، ووعد على الفور سيادة الوزير بتنفيذها سواء تخص السادة النواب أو المواطنين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مجمع إنتاج البنزين بشركة الصوت لتكرير البترول يمثل قفزة نوعية في صناعة التكرير بالصعيد. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمجمع إنتاج البنزين بشركة الصوت لتكرير البترول في خطوة تأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية صعيد مصر. وقال وزير البترول إن هذا المجمع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2021 يغطي احتياجات محافظات الصعيد من البنزين بجميع أنواعه، وذلك بفضل قدرته الإنتاجية التي تصل إلى 800 ألف طن سنويا. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط وأغلقت عند أدنى مستوياتها منذ يناير بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 3.41% لتصل إلى 76 دولارا و81 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.66% لتصل إلى 73 دولارا و52 سنتا، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.1% لتصل إلى دولارين و33 سنتا للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل دولار و97 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرار بتخصيص مقعد إضافي في مجلس إدارة الصندوق لصالح إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليصبح عدد مقاعد المجلس 25 مقعدا. ويعد تخصيص مقعد إضافي لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جزءا من دعوة أوسع أطلقتها الدول الإفريقية لتحسين تمثيلها ليس فقط داخل صندوق النقد الدولي، ولكن أيضا داخل أي منظمة تلعب دورا رئيسيا في الهيكل المالي العالمي الحالي. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى سحر وإيمان. شكرا لك محمد. شاعر وأديب وطني من الطراز الأول اشتهر بحبه للشعر وخفة ظله التي تميز بها وتميز مصريته وحداثته السابقة لعصره، كرس حياته لكنيسته المصرية وقاد مواقفه الوطنية المشرفة، فحاز محبة الشعب المصري واحترام العالم كله. إنه البابا شنودة الثالث الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده، وتحتفل به الكنيسة المصرية في 3 أغسطس من كل عام. تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 3 أغسطس من كل عام بذكرى ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك رقم 117 للكنيسة، نموذج وطني قدمته الكنيسة القبطية المصرية، والذي عبر خلال حياته عن دور الكنيسة في خدمة الوطن ومدى انتمائها
وأن هدفها في المقام الأول هو المصلحة الوطنية، لتثبت للعالم أن الكنيسة جزء وعمود أساسي من أعمدة الدولة المصرية. البابا شنودة التحق في مستهل شبابه بقسم التاريخ في جامعة فؤاد الأول، وبدأ بدراسة التاريخين الفرعوني والإسلامي، وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز في عام 1947. وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكريليكية، وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات عمل مدرسا للتاريخ، وامتد طموحه إلى حضور فصول مسائية في كلية اللاهوت القبطية، وكان تلميذا وأستاذا في نفس الكلية في نفس الوقت. أهم 10 سنوات في حياته أمضاها البابا شنودة الثالث في الدير دون أن يغادره، إلى أن عمل سكرتيرا خاصا للبابا كرولوس السادس في عام 1959، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكريكية في عام 1962. وتمر السنوات حتى 14 من نوفمبر في عام 1971 ليشهد العالم حفل تتويج البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة. وكان أول بطريرك ينشئ العديد من الأديرة خارج مصر، ويحرص على إعادة تعمير تلك الأديرة التي اندثرت. وكان للبابا الراحل شنودة الثالث العديد من المواقف الوطنية، ليس فقط تجاه الوطن بل وتجاه الدول العربية. وفي 17 مارس في عام 2012 ودع المصريون البابا شنودة في جنازة تاريخية، ووسط حضور العديد من ممثلي الكنائس في العالم ورجال السياسة ومئات الآلاف من الشعب المسيحي والمسلمين. وإلى هنا تنتهي نشرة السادسة، ولكن التذكير بالعناوين. في إطار دنيا، رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالإسكندرية ويؤكد أن هدف الحكومة حل المشكلات بصورة فورية. بضغط أمريكي، وفد إسرائيلي في القاهرة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. غارتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي في طول كرم بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم قيادي في حماس. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.